أجدد الترحاب مرة تانية بكل مشاهدي ومتابعي صباحات سودانية عبر سودانية 24. كل شخص فينا دائما بتختلف لغة التعبير حقته. في شخص بيمتلك القدرة على الرسم من خلاله بيرسم إحساسه، بيرسم الواقع اللي حوله. في شخص آخر بيعبر عن إحساسه من خلال الكتابة، ويمكن الكتابة مرات بتعني شخصك أنت، الإحساس الداخلي لك، ومرات كمان الكتابة بتكون بتكتب بلسان حال الآخرين. فدوما الشاعر بيكتب بلسانه بلسان حال الآخرين حسب الأجواء الموجودة وحسب ما يتطلب منه مرات كمان المواقف المعينة. من خلال الملف الثاني هو تجربة لشاعر شاب اختار إنه يكون الشاعر هو المنصة من خلاله ممكن ينطلق ويوصل رسالته، الشاعر جمال عبد الله المشهور بأبو درة هو معنا من خلال الملف الثاني لصباحات سودانية. صباح الخير عليك. صباح النور وصباح السعادة عليك. أنا قلت أنت اخترت الكتابة، فعايز الصباح يكون من خلال واحد من الأشعار الجميلة. طيب، صباح لكل أم لأنه هي اللي بتهدينا السعادة في البداية، يا ست الحبايب صباح بالبهجة يشرق لك وتبقى جميلة أيامك، سعادتك من قضية بتكون وتلقي الفرحة قدامك، وما تعرف الحزن أصلك يحقق ربي أحلامك، بريدك وانت أغلى الناس وسامي في جواي مقامك. أمي يا ست الحبايب أمي داير أبقى جنبك يما مشتاق لكلامك، ولي قهوة في ظل العصير وتهدي للجايين سلامك، تزرعي في دواخل الريد وتسقي قليبة حنانك، لما تشمل الأسرة ريدة انت الأهل وانت القرايب. أمي يا ست الحبايب قدر الحنان جوا قلبك يما شايل ليك محنة، منك بتبدأ مسرتي انت واحة وأحلى جنة، داير ابقى دلال عيونك وفي ايديك يا يما حنة، وما نبو فيك زي حنانك مهما قلبي عليك حنة، وحرفي ما بيوصف غلاوتك مهما عنك كنت كاتب. أمي يا ست الحبايب أمي يا أغلى الحبايب أمي يا كل الحبايب. أعتقد ده أحلى صباح لما نتكلم عن الأم، وهي مدرسة في حد ذاتها، وهي مهما زي ما أنت قلت الزول حاول يكتب عنها ما بيوفيها حقها بالتأكيد. بالنسبة للشعر، بالنسبة لأي شخص ممكن يكون هو هاوي للحاجة أو محترف ممكن يكون من خلال الكتابة، ممكن يكون انعكاس لواقع، تجربة شخصية، تجربة لزول جنبك أنت حسيت بالحاجة حقته، ممكن تكون مرات حال الوطن برضو بيستدعى منك أنك تكتب. فعايز أعرف المفردة الشعرية عن جمال عبد الله. والله الكتابة هي زي ما ذكرتي أنت تداعيات لحاجات كثيرة، قد يكون موقف قصة يحكيها لك زول صديقك أو مقرب لك، قضية عامة، فكل الحاجات دي بتستدعي فيك الحرف إنه يطلع الحاجة اللي في جواك، فهي دايرة بالسبب لأنها تطلع. طيب، كثير من الناس هي بتكتب لكن مرات بتبقى زي شخبطات على ورق لأنه الزول ما بكون جري إنه هو يطلع الحاجة حقته، لكن مرات البيئة هي ذاتها بتكون مساعد وداعم كبير جدا من خلال المنطقة الجميلة، من خلال وجود بعض المحفزات بتخلي زول يكتب. فالروسيرس هي كان مكان الميلاد والمكان اللي انت عشت فيه بالتأكيد كان عندها دور وأضافت في شخصيتك، وممكن تكون أضافت في المفردة حقتك بالتحديد. بالتأكيد. طيب، ولاية النيل الأزرق عموما متميزة بخريف جميل. واحد، التنوع اللي فيها يعني ثقافات على أجناس بيخلق فيك حاجات حلوة، بينمي فيك الحاجة اللي انت بتمتلكها، فطبيعة البلد وإنسانة شكل فيني أو ساهم في كثير من الكتابات بتاعتي، فالكلام ده كله أنا برجع للطبيعة وللتعامل بتاع إنسان البيئة اللي فيها. بعد ذاك البرامج اللي بنشارك فيها برضه، المساحات اللي بنلقاها عبر المركز،
والميدان العام وكل البرامج اللي تقام انك بتلقى نفسك فيها، فدي بتساعد كثير. وحتى حب الناس للحاجة اللي انت بتقدمها بديك دافع كبير. دائما القصيدة بتكون هي مولود جديد لكل شاعر، وفي مولود بيكون مقرب ومحبب جدا للنفس، ممكن حتى تندم به أو بيكون صعب إنك تديه لشخص إنه هو يتغنى به، لأنه بتحس إنها فيها خصوصية بالنسبة لك. فإحنا عايزين نسمع واحدة من الأبناء المقربين جدا لقلبك. طيب مش مقربة لي أنا برأيي، دي حاجة نبهني لها أمس أخوي عثمان بابا، فحاجة بحبها جدا لدرجة إنه سجل لي بصوته هو في وقت متأخر من الليل. فنقول راجنك نسمع. تضيب يا غالب السنوات تجي وتلقانا راجنك، دوام يا غالي في ذكراك حرام لو قلت ناسنك، قلوب مسكونة بالتحنان تعال اديها من حنك، تجي وتلقانا منتظرين بنسأل بالدوام عنك، ظروفك انت يا المحبوب غيابك اصله ما منك، نسامحك يا حبيب الروح عشان والله عاشقنك، تفوت تفارق الحباك عيون الريدة شايفنك، وما الزول اللي بتكسى أكيد زي عينينا عارفنك، وعز الليل وراك نسهر بأشواقنا راجنك، تجينا تقدم الأعذار أكيد يا غالي عاذرنك، نحبك والغرام موال وفي جوانا شايلنك، وما الزول اللي بتكسى أكيد زي عينينا عارفنك، فلو حكمت علينا الظروف أوعد قول مجافنك، وتغيب يا غالب السنوات تجي وتلقانا راجنك، دوام يا غالي في ذكراك حرام لو قلت ناسنك، قلوب مسكونة بالتحنان تعال اديها من حنك. دي دعوة عشان الناس تبتعد عن الجفا وترجع مرة ثانية للمحنة. القصيدة هي مرات بتكون رسالة وممكن بيكون يعني اختلاف نوع الشعر الموجود حاليا، شعر الضوبيت والشعر الشعبي والشعر اللي بيحتاج للغة عربية فصحى، فهل هي شاعر لازم يكون هو ممتلك للغة عربية قوية جدا عشان يقدر يوزن الأوزان للشعر ويوزن كمان القافية تكون موزونة، ولا مرات طبيعة الإنسان بتخليه يقول الشعر يعني بتكون هي كلمات موجودة على سجية الإنسان وبيطلقها؟ طيب أنا على حسب الجمهور، على حسب الحاجة اللي أنا عشتها. نعم هو امتلاك اللغة العربية أو الكتابة باللغة العربية الفصحى حاجة جميلة، لكن أنا حاسس إنها يعني ما بتخلي الناس شوية كده منكمشة من كتاباتك أو أيوة حتى الناس اللي بتناولوا أعمالك أو اللي بيرتاحوا لا ما تكونوا بالكمية بتاعت اللغة المبسطة، اللغة الممكن كل زول يحفظها أو يتناولها. فأنا بحب كثير إنه تكون الكتابة سهلة بسيطة، في مفردات ذاتها، في النهاية أنت بتوصل حاجتك أو حاجة الغير. طيب القصيدة هي بتستدعاك إنك أنت تكتبها، ولا تفاصيل المكان وتفاصيل الحدث هي اللي بتستدعاك تكتب القصيدة؟ والله أنت لما تبدأ تكتب مرات ما تكون واعي بنفسك ذاته انت بتكتب 200 او وين، يعني في ناس بقول لك يا اخي الجو ده جو كتابه، الحاجه دي انا عندي عكسي تماما. انت اي جو ما في ما في ما عندي حاجه اسمها جو كتابه. اي نعم في طبيعه كده وجو بيكون جميل وهي حاجه، لكن ده ما هو اللي بيستدعي فيك الكتابه دائما. الموقف ما انت اصلا عندك ممتلك الحاجه، محتاج لمحرك، فبعد ذاك المواقف القصة اللي بتتحكي لك يعني ممكن تقوم من النوم كده وتكتب، وممكن يكون الجو فارض نفسه زي ما بقوله وما تقدر تعمل فيه أي حاجة. انت أكثر الحالات المزاجية اللي بتخليك تكتب فيها شنو؟ الله الحمد لله المزاج رايق دائما. إن شاء الله. بتكتب في الفرح أكثر ولا بتكتب في الحزن؟ والله بحاول أوزن توازن بين الاثنين، عشان لما ما هو المستمع ده ما ممكن انت تديه دائما فرح ودائما حزن، في زول محتاج لحاجه حزينه على حسب
المزاج والموقف. أيوة. وفي ذول الليلة عايز يسمع منك حاجة جميلة بس. فبتدي الطرفين، وانت في النهاية داير من الاثنين، داير ترضي الطرفين، فالموازنة موجودة ومهمة. طيب هل الكتابة للغناء بتختلف من الكتابة عشان انت حاس الكتابة؟ يعني انت مرات عشان تجي تكتب أغنية لواحد من الفنانين بتحتاج تفاصيل معينة بالنسبة لها، او مرات يمكن الناس بتحب الغناء الخفيف يعني والكلمات الخفيفة، في حين انه انت ما تكون مقتنع بالتفاصيل الحاجة اللي انت بتكتبها دي. فهل مفردات الشعر الممكن يكون ملحن ومغنى بتختلف من مفردات الشعر اللي انت كاتبه عشان ده مزاجك عشان ده احساسك؟ طيب الشعر اللي بيتلحنه واللي بيتغنى دائما بيكون خفيف، اغلبه بيعتمد عليه عصاية بعد كوبلي، فالعصاية دي بتكون عبارة عن بيتين خفيفات يعني من بداية الأغنية كده، ممكن تتقال بعد كل كوبلي كمرجع. فالقصيدة الإلغائية ممكن تسوق بغافية واحدة تكون طويلة كده عمود، لكن الغنائية بتتفصل وكل كوبلي بياخد طابع مختلف. طب انت كتبت شعر مغنى، والغريبة انه موضوع الأوبريت ده يعني الناس ما قاعد تلجأ له بالساهل، لانه بيكون مجموعة من الفنانين، وكونك تقنع ذاته مجموعة من الفنانين وتغنوا ليك فدي حاجة ما سهلة. فانت عندك واحد من الأعمال بتاعتك أوبريت غلطة العاشقين، فنتكلم عنه وكيف قدرت تقنع مجموعة من الفنانين وهم يتغنوا ليك؟ طيب انا هنا برجع لجروب في الواتساب اللي هو خيمة الفن والإبداع، أنشأت الأستاذة محاسن الأمين مشهورة باسمنا بالتلمين، فكانت واحدة من ضمن البرامج اللي حتتنفذ أو من القضايا اللي عايزين نتناول إنه يكون في أوبريت. من المجموعة تم اختيار موضوع معين اللي هم الأطفال بطريقة غير شرعية. طيب بعد ذاك اتعملت لجنة لاختيار النصوص، المجموعة فيها عدد كبير من الشعراء. بعد ذاك تم الإعلان إنه أي شاعر يكتب عن القضية دي ويرسل النص، بعد ذاك النص بيخضع لمراجعة ويخضع عليه. فبعد ذاك في اختيار، بعد ذاك إعلان عن النص الفائز أو النص اللي تم اختياره. أنا مشاركتي كانت متأخرة، يعني على ما أعتقد أنا آخر زور رصة النص، لأنه أصلاً الإعلان ما قريته. فقلت خلاص المهم أشارك، طالما أنا جزء من المجموعة دي لازم أشارك حتى لو النص ما فاز. توقعت يفوز؟ والله ما أقول لك توقعت أو ما استخفيت بالحاجة اللي أنا كتبتها، لكن حسب الزمن أنا رسلت فيه والعدد كبير، فالمهم الواحد بيشارك عليه امل. فاتفاجأت انه حيتم الاعلان ثاني يوم او ثالث يوم من الاختيار للنص الفائز، وطبعا بتكون عايشين لحظه بتاع التشوق كده. أيوة. دايرين تعرفوا ده النص الفائز. فانا لما الرساله نزلت جمال ابو الدره قاعد اقراها كم مره انه الكلام ده حقيقه حصل. فبعد ذاك بقينا في مساله التلحين. ما تسمينا منا حاجة قبل ما نشوف النص اللي قدر يقنع اللجنة الكبيرة اللي هو عدد كبير جدا من المنافسين وهم. طيب بداية هو نص بسيط جدا. طيب بغلطة من اثنين، طفل انجدح في الخور، اتوسد الكوشة ما عاينوا الدكتور، انا في الشوارع ساي ما عرفت مين امي، ولا حتى برضو ابوي وأقول بواهمي، لا خال أقول خالي، لا عم أقول عمي، سموني أصحابي، أنا من ضبح ليتور، طفل جدح في الخور. ما هو الحصل غلطة والذنب ما ذنبي، مش مفترض يا ناس ألقى الأهل جنبي، وزي أي طفل أكون في أسرة متربي، أضحك مع الأخوان يملوه قلبي سرور، وطفل جدح في الخور. باسم المحبة كمان تبكينا ما يقوم، أطفال محرومين والحالة مشؤومة،
متسولين في الليل وصبح الضمير مخمور طفل جدع في الخور طفل جدع في الخور. طب انت قبل كده زرتها وشفت الحاصل بعدين كتبت الحاجة دي ولا لا؟ أبدا ما زرتها. يعني انت بتتكلم عن واقع حقيقي موجود فعلا في دار المايقومة يعني. فانت كيف قدرت تعرف انه والله ده اللي بيحصل وده فعليا وده احساس الطفل وقدرت تتغمس الدور ده بالضبط؟ الشارع العام ما محتاج لانك تزور المايقومة تحديدا. ف انا واحده من الحاجات اللي بتاثر فيني جدا انه فتره صباحيه انا ماشي معي صاحبي مرتضى لقينا طفل بالصوره دي يعني متوسد الكوشه دي حقيقيه انا شفتها بعيني فكانت مره ومأساوية جدا. الاطفال اللي في الشارع المتسولين في الاسطوبات في غيره في غيره في كثير في السوق ده عموما كفيل او كافي جدا انك ما تزور المايقومه. فالمايقومه متجسده في الشارع العام. طيب الشارع العام برضه محتضن كثير جدا مرات من المشاكل. مشكله التسول، مشكله المخدرات، كثير جدا من المشاكل. هل انت خاطب في المستقبل القريب انك انت تشارك في معالجه القضايا دي وتطرحها بصوره ممكن تكون مغناه او تكون شعريه عشان تلقى صدى واسع يعني في اوبريت قادم؟ والله الاوبريت القادم ان شاء الله هو عن المخدرات فحيخضع لنفس المعايير اللي كانت في الاول. فالواحد حيكتب فاز ما فاز، المهم يتناول القضية. جربت تلحين؟ يلا التلحين عندي أنا لحن كتابة عشان أوزن بيه. فإمكانيتي في التلحين ما زي الزول صاحب المهنة، فاللحن بيكون بس عشان أوزن بيه الكتابة. يمكن إحنا ماشيين خلاص على خواتيم هذا اللقاء، داير اعرف احلامك وامالك وطموحاتك. هل انت خاطب بالك في المستقبل ان شاء الله تكتب ديوان شعر يطلع باسم جمال عبد الله؟ هل هي مشاركات في الخارج في واحده من المنافسات الشعريه اللي اصبحت موجوده عالميا باسم السودان، ولا ما هي المخططات عموما لمستقبل جمال عبد الله؟ طيب انا عندي او عملت حفظ للديوان الاول ست الحبايب في المصنفات الادبيه، و في الفترة الجاية دي إن شاء الله حعمل اثنين. والله كل زول بيتمنى إنه في كل فترة يتقدم لي قدام، إذا كانت معاملات فنانين أو مشاركات خارجية أو على المستوى القومي إن شاء الله. شاعر جمال عبد الله، هي تجربة شعرية منك أنت كشاب، إن شاء الله في القريب بإذن الله تعالى يعني يصبح هذا الاسم كبير جدا بهذا الشعر، وتصبح ايضا من خلال الشعر اللي انت بتكتبه واللحن اللي انت بتسوقه من خلال الكلمات المختلفه هو يصبح زي ما بقوله معالجه لكثير جدا من القضايا واحساس قريب جدا من كل شخص ممكن يسمع القصيده. شكرا لك كثير وبالتوفيق ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا.